بقى العربية حاجة بقى لها شهر ولا طلعت من الجراج ولا أي حاجة، الجراج أهو بتاعها. فأنا بقى إيه، شايفين صوت العصافير أهو، شايفين حاجة صعبة أوي أهو، ولا السقف بتاعها يا ساتر يا رب، ولا شايفين ورا، والله العظيم ما بين أي حاجة. هغسلها دلوقتي وهخليها لكم شمعة من ورا. يلا أهو ان شاء الله، بس بقى ادعوا لي بقى يلا، ربنا يعينني بقى على ايه. المزاج عندي ان نغسل العربيه على فكره، شايفين يا جماعه، شايفين، بصوا شايفين، يا ساتر يا رب، شايفين كده فوق، ما اعرفش يلا هظبطها دلوقتي ان شاء الله، اخليها لكم شمعه منوره اهو اهو محدش هيعرفها دلوقتي. يا ساتر يا رب، شايفين الجنوط ده؟ جنطة 18 طبعا، دي كليبس يا جماعة، متسوبيشي كليبس، دي الفئة الرابعة. شايفين القرف اللي عليها يا جماعة؟ شايفين، هخليها شمعة منورة، هخليها زي البلح الزغلول، مع ان انا زملكاوي، بس هو اللون ده على فكرة اللي عايز يشتري برضه سيارة، هو ده دم الغزاء في أي سيارة، هو بيبقى غالي شوية، 5000 10000 في العربيات الزيرو، بس بيبقى إيه روعة. شايفين القرف اللي نزل منه؟ شايفين اتحمت إزاي؟ أحلى حمية، بصور بالإيد أهو. شايفين يا جماعة القرف اللي موجود عليه؟ شايفين السقف والقرف؟ حاجة بشعة بشعة. حفيد والله ما رضى يركبها في العيد، قال لك خيف خيف في في يا جدو، قال لي ايه يا جدو، تعمل الجنوط اهو اهو، ماشي، خليها شمعة منورة اهو. عرفكم بس ازاي اهو، في دقيقة واحدة نفصل العربية علشان الصراط، لما اوديها بقى ايه ال يعني المشحنة وبتاع وكده واظبطها. والله ما في نفس لأي حاجة، بس يعني يا جماعة شايفين الكربوت عامل ازاي؟ ما تتفرع، والله العظيم حفيد قال لي خي 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 يا جد خي يا جد اهو اهو. محدش يقول لي بقى المية ديت مش عارف ايه، المية دي ايه، لا المية دي مش مية شرب، احنا بنسقي بيها هنا حوالينا في الجهة. شايفين البرميز يا جماعة؟ اخي ولا المساحات، شايفين البرميز ولا المساحات؟ هيرجع شمعة. شايفين شايفين الكبوت عامل ازاي؟ حاجة اخر مسخرة. فالمية ديت يعني مش مية شرب، حرام عليك. يا عم مش مية شرب، راجع التاني، هي زي البلح الزغلول اهو اهو، ماشي. شايفين الوش الهجومي بتاع السارة عامل ازاي؟ دي تربو على فكرة، تربو يعني قوة الموتور بتاعها مضاعفة، الناس طبعا اللي فاهمة في السيارات عندها سيارات عارفين يعني ايه سيارة تربو، ماشي. ودي كروس اوفر او الدفع الامامي، ماشي. وزي ما قلنا بقى في كذا طريقة لشراء السيارة، كاش توتو على كبوته او تاتا تاتا او كباري حسب الميزانيه بتاعت الشخص اهو كده. خلاص اهو خلاص، فاضلش غير اليد التاني، حميتها اهو، هسيبها بس ايه تنشف 5 دقايق، تنزل كل اللي عليها وتبقى شمعه منوره هي. ايه رايكم؟ عايز بقى ايه تشييق؟ انا وريت اهو 5 دقايق اهو، راجع التاني 100% هي. على فكره دي العماره بتاعتنا برضو جديده، هي متجوز فيها برضو بنت من بناتي وولديني، برضو فيها لهم كل شويه يعني، ماشي. خاصه لما اجيب لك اخر حاجه ممكن
السيارات اهو كده الاربع شروط اهو كده اتصلت السيارة. شايفين الكبوت اللي كان حاجة ما خدش باين انها حمراء والله، كان باين انها ترابي. ما اعرف بقى اهو. اقعد بقى انا ايه استناها 5 دقايق، هسحب كرسي استناها لما تنزل كل القرف اللي عليها. هشاهدها كمان مرة كده اهو اهو اهو. ماشي مرة كمان كده اهو اهو. بس هشاهدها خالص، طبعا ما فيش شمس بقى ولا حاجة هنا، هيبقى في ظل. هدخلها الجراج بتاعها دلوقتي تمام السلام. بتخش على فين اهو اهو. بس خلاص القرف بقى ده خلاص اهو اهو كده خلاص اهو. ماشي يلا. ودي كانت غسيل العربية بعد 40 يوم ما كانتش طلعت من الجراج والله. أهم حاجة إن أنا أصفيها بقى، أسيبها إيه تتصفى 10 دقايق بقى كده ولا حاجة. هقعد بقى نعدلها بقى. أنا ما بشربش سجاير للأسف، أو مش للأسف يعني، كويس أنا ما بشربش سجاير. فأقعد على كرسي كده بقى إيه في الشمس كده، وشكرا لكم وتحياتي لكم.